افتتح سعادة اللواء سيف الزر الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة منتزه الشرطة الصحراوي بنسخته الخامسة في أحضان الكهيف بمنطقة البطايح. التفاصيل في التقرير التالي. منتزه الشرطة الصحراوي وتحت شعار معا الوقت أجمل، ها هو يعود من جديد، حيث افتتح نسخته الخامسة سعادة اللواء سيف الزر الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة بحضور سعادة محمد أحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية بالإمارة، إلى جانب حضور واسع من الضباط ومنتسبي الشرطة وعائلاتهم والزوار، حيث اطلعوا بعد الافتتاح على المرافق التي يتضمنها المنتزه. الحمد لله رب العالمين، التجهيزات بمشاركة كافة المؤسسات الدوائر الحكومية والخاصة استطعنا أن نجهز ونعيد برونق جديد بجمالية جديدة كذلك، وأصبح يعني متنفس جميل كذلك لكل مرتادين هذا المكان بما يحتويه يعني بأشياء مختلفة. نجينا على القرية التراثية، مكان مخصص لعبات الدراجات لأبنائنا بشكل سليم، البحيرة كذلك، ركن المقاهي والمطاعم، ألعاب تراثية، فالحمد لله ربعي مكان جميل يحتوي يعني أشياء تلامس طبيعة، هذا المكان الطبيعي الصحراوي. المنتزه الذي أعيد تنظيمه بعد توقفه خلال جائحة كورونا يستقطب العائلات برفقة أطفالهم للاستمتاع ببيئة صحراوية آمنة وقضاء أوقات جميلة مليئة بالأنشطة والفعاليات التي تعزز الترابط الأسري. المكان ما شاء الله جميل والفعاليات مناسبة للأطفال والجو كمان ممتع، والأولاد ما شاء الله الويكند يجي ويخلصوا الضغط بتاع الدراسة وكده ومبسوطين ما شاء الله. دي أول زيارة لنا المكان، ما شاء الله المكان يعتبر جميل وممتع، في حاجات كتير بالذات الأطفال يعني يقدروا يستمتعوا بيها زي العروض المسرحية زي الدراجات زي القطار، وبخصوص موضوع الأكل ما شاء الله يعتبر طيب. شرطة الشارقة ومن خلال فعالياتها تؤكد حرصها على مواصلة جهودها في تعزيز جودة الحياة لمنتسبيها وذويهم وأفراد المجتمع ككل، داعية الجميع للحضور والاستمتاع بالمكان الفاتح أبوابه من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء طيلة أيام الأسبوع. إذن يأتي منتزه الشرطة الصحراوي بنسخته الخامسة بجملة من الفعاليات الأمنية والمجتمعية ليخوض الزوار تجربة مميزة طيلة أيام الأسبوع. لأخبار الدار، محمد عبد الله، منطقة الكهيف البطايح.